حصاد الجنوب، أهلا بكم. بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وولي عهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعب الكويت الشقيق بمناسبة الذكرى 61 لليوم الوطني لدولة الكويت والحادية 30 لذكرى التحرير. وأشار الرئيس في برقيته إلى العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تربط شعب الجنوب بالشعب الكويتي الشقيق ودور الكويت التاريخي ودعمها السخي طيلة العقود الماضية. ونوه الرئيس الزبيدي بأن اليوم الوطني الكويتي يجسد مسيرة وتاريخا جدير بالتقدير والاحترام من النجاحات والمنجزات، متمنيا في ختام برقيته للشعب الكويتي مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. ضبطت قوة دفاع شبوة شحنة أسلحة تابعة لميليشيا الإخوان كانت في طريقها إلى منطقة الخبر بمديرية حبانة. مصادر أمنية أفادت بأن الشحنة التي ضبطت في نقطة العرم مكونة من أسلحة آلية وذخيرة أسلحة ثقيلة كانت على متن مركبة تابعة لقيادي إخواني مقرب من محافظ شبوة السابق محمد بن عديو بعد أن تسلمها من ميليشيا الأمن الخاصة في معسكر الشهداء غرب مدينة عتق. قتل مواطن وأصيب آخرون في إطلاق نار بين جنود يتبعون المنطقة العسكرية الأولى وبائع قات بمدينة سئون عاصمة وادي حضرموت. وبحسب مصادر محلية فإن خلافا بين الجنود وبائع القات داخل السوق تطور إلى اشتباك بالأسلحة النارية في استمرار لحالة العنف والانفلات التي يشهدها وادي حضرموت الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإخوانية. أعلنت شرطة دار سعد بالعاصمة عدن القبض على إرهابيين اثنين متورطين بحادثة اغتيال قائد طوارئ المديرية مطيع أمين محمد ومرافقيه. وبحسب مصدر أمني فإن قوات الشرطة عند سماعها إطلاق النار قامت بتطويق المنطقة وملاحقة العناصر الإرهابية لتتمكن من تحديد أماكنهم وتشتبك معهم وتعتقل اثنين منهم، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقا مع الجناة في إطار استكمال الإجراءات القانونية وتحويلهم للجهات المختصة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.